طوبة، الله يجعلنا من أهل طوبة. الخيال بيجري تحتها 100 سنة بيخلص ظلها. شو هي طوبة؟ لمين هذه؟ لمن وجد في صحيفته كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار. بعدين اللي بيستغفر الله كثير يا جماعة، الله بيعذبوش، الله بيعذبوش. منين جايب هالكلام يا شيخ؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله، استغفر الله، استغفر. انا بقول لك يا شيخ ايش بدي استغفر ربنا؟ استغفر ربنا على نعمة عينيك، استغفر ربنا على نعمة كلاك، استغفر ربنا على نعمة اجريك، استغفر ربنا على نعمة دقات قلبك، استغفر ربنا على نعمة الاسلام، على نعمة الايمان، على نعمة القرآن، استغفر ربنا. والله كل نفس بده استغفار، والله كل دقة قلب بدها استغفار. يا اخواني احد الصالحين الافات المرات بيستغفر ربنا، الافات المرات. شوفوا يا اخواني الاستغفار شو بيعمل، جعل الله عز وجل له. قولوا اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا جماعه الدواء موجود، لكن انو اللي يتناول الدواء؟ انو اللي يتناول الدواء؟ انو اللي يصدق على هالكلام؟ اسمع، طلع طلع طلع. من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم. انو اللي عنده هم؟ انو اللي ما عندوش هم؟ قولوا انو اللي ما عندوش هم؟ قولوا جعل الله عز وجل من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. اجل للي عارف في الله بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد قال له بدي اولاد، قال له اكثر من الاستغفار. واحد قال له بدي الجنه، قال له اكثر من الاستغفار. واحد قال له بدي مطر، قال له اكثر من الاستغفار. واحد قال له بدي مال، قال له اكثر من الاستغفار. واحد قال له ذنوب كثير، قال له اكثر من الاستغفار. لكن يا جماعه الاستغفار موجود، لكن انو اللي يوفق للاستغفار؟ قولوا اللهم وفقنا للاستغفار. اسمع، قالوا له كل واحد مرضه شكل وكله اكمول اكمول اكمول، يعني معنى الحكي شو؟ كل واحد مرضه شكل، انا بدي اولاد، هذاك بده جنه، هذاك اسلوبه كثيره، هذاك بده اموال، هذاك بده مطر، هذاك بده مطر. قال ما سمعتم قول الله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. من ايش يا جماعه؟ من ايش؟ استغفر الله، استغفر الله، اتوب الى الله، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. الافات استغفر ربنا، الافات. بعدين الملعون شو بقول؟ الملعون شو بقول؟ بقول هلكت ابن انا بالمعاصي وهلكني بالاستغفار. وسيدنا علي شو بقول؟ رضي الله عنه، بقول عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، وما النجاة يا أمير المؤمنين؟ الاستغفار. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر. بدوي لك أبرك، والله بدوي لك أبرك. بعدين يا جماعة إن القلوب لا تصدع بالصد، يعني زي الطنجرة بتحطها على النار بالصد، لا تصدع كما يصدع الحديد. قيل وما جلاؤها؟ شو جلاؤها؟ التايت ولا الصابون ولا لا؟ شو جلاؤها؟ الاستغفار. شو جلاؤها؟ ذكر الموت. شو جلاؤها؟ الدعاء، التوجه الى الله. يا اخواني الطنجره اذا حطيتها على النار وما جليتهاش اول باول شو بصير فيها؟ شو بصير فيها؟ بصير فيها، بتعرف شو بصير فيها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ضربة على ضربة على ضربة على ضربة، بصير هيك. بصير الواحد بصره في الحرام، سمعه في الحرام، لسانه في الحرام، عقله في الحرام، ايده على الحرام، اجره في الحرام. ليش؟ لأن القلب سكر. اما لو اول باول زي الدجاجة الشاطرة، الدجاجة الشاطرة بتنظف تحتيها اول باول، بتضل نظيفة. اما بصر حرام، لسان حرام، غيبة، نميمة، لعن، شتم، وشو كمان؟ وعقل بتفكر في الحرام، ولسان بتكلم في الحرام، شو بصير؟ كلا بل ران على قلوبهم. انصح نفسي يا اخواني، اول اشي بنصح نفسي. والله انا وياكم بدنا الافات المرات استغفار. والله ابو هريره قديش كان يستغفر الله كل يوم؟
12,000 مرة. وعلى كثر الذنوب أبو هريرة، إيش حال أنا وإنتو يا جماعة؟ إيش حال أنا وإنتو؟ الاستغفار يا إخواني بيحرق المعاصي حرق، بيحرق الشياطين حرق، الشيطان بصير يدير على حاله تراب يقول يا ويلها يا ويلها من الإيش؟ وإذا بتقول سيد الاستغفار وبتموت في الصباح، عوين بتروح؟ عوين بتروح؟ عوين أبو عمار؟ عوين بتروح؟ على الجنة إن شاء الله. طلعوا سيد الاستغفار يا إخواني شو هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني وفقني يا الله، يعني وفقني يا الله، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي، أعترف أعترف بذنوبي وأعترف بنعمتك وأبو بذنبي، أعترف أعترف والله أعترف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.